بس خليني اعلق على الصوره دي. معالي الوزير عامر فاروق نائب رئيس النادي كان بيحضر تتويج بطلات كره اليد في مجمع الدكتور حسن مصطفى، وزي ما حضراتكم بيسلم على اعضاء مجلس اداره لسه واصل، مشي من التتويج وجري على فريق السيدات عشان يشارك في التتويج. هنا بيوري لك قد ايه لما يكون نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني قيمه كبيره زي معالي الوزير النهارده، يعني من صاله لصاله يبقى في دعم كبير جدا مجلس اداره يا كابتن. لا وده جزء كبير اتعودنا عليه في النادي الاهلي، ومعالي الوزير العامري بالذات بيكون موجود على طول بشكل كبير جدا ومشارك بشكل كبير في كل المباريات. على فكره مش شرط كمان تبقى نهائيات، يعني الدعم بيبقى موجود حتى في المباريات الثانيه. فلا هو ده حاجه متعودين عليها في النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فزي ما بقول لحضرتك الضغط كان كبير جدا على فريق السيدات بسبب 4 أو 5 لعيبه مشيوا من العناصر الاساسيه، بس ده انا مبسوط جدا بصراحه ان في لعيبه ظهرت النهارده بشكل كبير جدا، منهم مي غزال عامله موسم هايل جدا، هايل اول موسم ليها كلاعيبه اساسيه في الملعب، ودعاء يعني في لعيبه كتير جدا عامله. ندى وليد النهارده عامله ماتش هايل يعني بصراحه ما شاء الله عليها، يعني من اسباب كبيره جدا جدا للمكسب. لا البنات النهارده الف مبروك ليهم، عملوا اداء كويس جدا جدا يعني. كابتن ندى، يمكن الفريق ده كان تعرض لضغوط طول الموسم، الضغط الاساسي كان ليه هو الاكبر كمان، هي خساره المباراه الاولى طبعا في سلسله مباريات النهائي، ومع ذلك قدروا ان هم يعوضوا المباراه الثانيه ونكسب المباراه الثانيه.